من الصبح جاي. الصبح جاي؟ ايش بي ابوك شو يقول لك؟ والله ابويا قال لا تجي اذا ما تجيب التعيين عمود زوجك. يعني قلت له مرتين زوجني قال ما زوجك اذا ما التعيين. وهاي لازم تتعين حتى تتزوج. لازم اشوف نجاح. انت هسه قضيتك الزواج لو التعيين؟ لا والله قضيت اول شيء بالبدايه؟ بالبدايه الزواج لو التعيين. ربوري خليني اسولف لك انا، اخذ ربوري. فيريد يحصل تعيين حتى شويه يرجع. من ضرب بوري؟ من الاشعه. اصبر انا بقول لك انت مضروب بوري. بس صادق وحيا طب اسنان. طب اسنان تعيينها مركزي من نفس الكليه. ايش قال له ابو؟ قال له اذا ما تروح تجيب تعيين ها ما عينك يعني ما زوجك كلها. والحل؟ والله الحل ننتظر الوزير بلك الله يفرج علي، واذا فرجها الوزير ابوي يفرج علي. نو انت منسم شايب؟ اي نعم شايب الحمد لله والشكر. الله يكون بعونك. اي والله شو تسوي الحمد لله. نشتغل عماله والله كريم. تشتغل عماله؟ اي والله عماله اشتغل. الشاقه؟ ها؟ الشاقه. روح شنقال. صدق تشتغل عماله ولا الشاقه؟ والله اشتغل عماله واشتغل كهربائي. ما ابي شيء شغله شريف المهنه شريف. الحمد لله. بس نقول احنا ابو الشهاده. ابو الشهاده يشتغل عماله صعبه. خلص وفلوس احنا مو ما لا حكم ولا دخلنا اهلي يعني واحد نص صرف 20 مليون اقل شيء. تقدر هسه على هذا الضيم اللي عندك اي نعم مال والدك أيوة. وحبيبتك والزواج والتعيين المفروض منك اطلع شهاده وفاه مو شهاده اي والله الله يسلمك. الله يسلمك شهاده الوفاه اي والله عم يسلمك حسين والله حسين من هنا تطلع شهاده الوفاه هم صعبه ابسط مركز صحيطك اياها لا لا سهله اي لا طويل ان شاء الله الله يسلمك الله يسلمك اذا هسه المطالب لازم ثابتين بها لا لا لازم لو تعينه وما ترجعون لا شنو نرجع ابوي ما يزوجنا قال لي ارجع ما ارجع اليوم لازم تعيش لازم ما بيا كل مجال